من جديد اهلا بحضراتكم في فقره اللعب مع الستات، في فقره نشنت يا فالح او نشنت يا سامح زي ما تقولوا. هبتدوا بيا. هدي جاي تقولي انا حاسه عندي احساس ان الجاكيت هتعيقني يا جماعه. بشيري قالت لها عندي يقين يا حبيبتي. انا تصدقي وانا كمان الجاكيت مضايقاني. شفتي؟ بس مش مقصره. لو ما كانتش مضايقاني كنت عملت ايه يا جماعه؟ يا حلاوتي. احمر. في رايك ايه اللي بيخلينا نقع في حب حد؟ بقى معرفش، مفيش سبب، مفيش سبب، بس الحب ده ملوش سبب، ملوش سبب خالص. هي لطشة كده بتجيلك. لا لا بس على حسب كل واحدة أو كل واحد، يعني أنت تحبي مثلا الراجل الكريم. صح. في ناس تانية يحبوا الراجل اللي بيزعق كتير الطف. أو الطف. صح؟ صح. أيوه بس إيه أنت اللي يخليه؟ إيه من الصفات تكون مشجعة على حب الشخص ده؟ لقطة كده، أول لقطة. التقدير. انه يكون بيقدر الست، يعني مديها برستيجها، يعني بيحترمها، هتبقى منفوشه كده وهي قاعده. ها يعني لو الحاجه اللي بتعملها مهما حتى لو حاجه صغيره فهي في نظره كبيره، ويتكلم عن الحاجه دي مع الناس. اوكي. ها فبالتالي هيبقى بيحترم شغلها، فبالتالي هتبقى هي كمان حاسه كده بثقه في النفس وهي في شغلها وهي بره شغل. لا يعني التقدير طبعا، التقدير واحده من اهم الحاجات. واللي بيقدر ده هتلاقيه غالبا حنين طبعا. فدول اهم حاجتين طبعا. طب اسال ولا خلاص؟ كمان ولا انتوا جايين اسال؟ ليه بتعملوا فيها؟ هل كفايه؟ هل بتهتم براي الاخرين في الشخص اللي انت بتحبيه؟ لا خالص. حتى لو الاخرين دول انا ليه افترضت ان كل الناس هتحبه؟ مش طب مش منطقي ان كل الناس. لا طبعا مش كل الناس تحبه. انا ما بحبش كل الناس، فبالتالي مش كل الناس لازم تحب اللي انا بحبه. صح. مع انهم ما بتهتميش بارائه. لا طب مش فارقين معايا، ما بيأثرش عليك يعني. ما هو ده بقى اختبار حقيقي للحب. صح. يعني لو انت ما بتتأثرش تبقى انت ماشي مظبوط. لا طبعا ولا يفرق معايا. ابيض. لا اسود. لا اسود. بجد اسود. اسود. ابيض. ايه اكتر حاجه اكتر شيء مغامر وحساباته كانت غريبة عملتيه في حياتك؟ كده؟ وانت عارفة؟ ايوه عارفة، بس ضحكت أول مرة السؤال ده. أكتر شيء مغامر وحساباته كانت غريبة جوازي طبعا. مغامر جدا الموقف، يعني كان كله مغامرة. أركب مهراجي وأنط حبال كده يعني. لا كان شيء طبعا كله مغامرات. هو الجواز أصلا مغامرة. لا بس هي ظروفها كانت، الظروف برضو عندي كانت أصعب بكتير. بس طيب. الحمد لله. عارفه ليه؟ لانه كانت يعني كان ما كناش مفكرين في اي حاجه وحشه. كنا مفكرين دايما ان التبعات بالضروره هتبقى حلوه. فحصل ده. الحمد لله. صح. طب على ذكر الاسود مش ابيض، بتخافي من الضلمه؟ لا. ليه؟ خالص مخافش من الضلمه ابدا. بالعكس انا كنت بفرح لما النور كان بيقطع زمان وانا صغيره. كنت بحس انه راحه، يعني هدوء سكون بريح عيني. يعني لا بالعكس ما بخافش. يعني بتنامي في الضلمه يا شيري؟ لازم لو في نور كده ما تعرفش. لا ممكن يبقى في نور صغنن. بس لو ضلمه مش هتضايق، مش هنزعج. بس لما جالي اكتئاب كنت بخاف من الضلمه. كنت افتح الابواب وافتح الانوار، يعني خفت منها. لا اسود تاني كفايه عليا. وبعدين ايه اللي عمال يقعد؟ انا بقول لك هم لازم يتسنوا. بيتسنوا. يلا ادوني اي الوان تانية، انا موافقه. تختاري ايه؟ يلا. يكون ليك اصحاب كتير عاديين ولا صديقه واحده بس مقربه جدا؟ ولا ده ولا ده. ينفع اختار اختيار تالت؟ لا. طب ايه اختيارك؟ ما يكونش ايه اصحاب خالص؟ لا يعني انا مش عايزه يبقى عندي اصدقاء كتير وعاديين، ولا يبقى عندي واحده مقربه. يعني لا يعني مش لازم تبقى واحدة، ممكن يبقوا مثلا 15 مقربين. يعني ممكن يبقوا 10 وانا انقي. لا ولا ده ولا ده الصراحة. اوكي. طيب خلاص كده احنا كده يعني عصرناها. قوي. رأفة بيها. بجد؟ معلش. يلا قومي انت بقى. لا انا هاخدها مهمس. اتفضل. يمكن تكون وقت الفقر خلص. ده مين ده اللي مسك؟ فدور. ده مين ده اللي ختموها مسك؟ أنا المسكح نفسه، ذات نفسه. طيب بسم الله.
اسود. طيب يا سيدي بص بقى، لو عندك قوة خارقة تحب تكون ايه؟ سوبرمان. يعني تعمل ايه يعني؟ اطير اطير. هو سوبرمان ده ما كانش بيطير بس؟ لا احب ان انا اطير بس، مش عايز عنف ولا قوة ولا اي حاجة. اطير. هتستخدم الطيران في ايه يعني؟ احب ان انا اطير بس كده، حتى يعني كل المواصلات يعني بتاعتي طيران، يعني فوق البيت تتفرج على الدنيا. جدا بس كده. احب ابقى انا طاير، احب جدا، حلم حياتي اصلا، كل احلامي وانا صغير كانت كده انك تطير. وانتي ايه؟ ايه تبقى تحب ايه؟ ايه قوة خارقة عندك؟ قوة خارقة؟ ايه ده؟ مفكرتش قبل كده خالص. قول. اصل هي ايه انواع القوة الخارقة؟ يعني تختفي، تبقي سريعة قوي زي فلاش مثلا. انت مثلا يا شيخ تبقي مثلا بتبصي الاشياء كده فتتحرك، تبصي الترابيزة دي في الجبهة اليمين والجبهة الشمال. او 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 قوة خارقة بالنسبة لهدي تجيبها في ال او تبقي لينه زي ام فلاش. عارفه لا انا ابقى سريعه قوي زي فلاش. انا احب ابقى سريعه قوي. اوكي عشان انجز تنجز حاجات كتير. انجز حاجات كتير. وبعدين تخيل بقى عندي تصوير مثلا في شبرمنت زيوت تشيك بقى في شبرمنت. انا لسه هطير بدري قوي. انا لسه هطير. انا عايزه ابقى كده يعني اغمض افتح الاقي نفسي في شبرمنت. طب وانت يا شيري؟ مش سهل. سؤال مش سهل على فكره. يبقى عندي قوة ايه؟ خارقة، حاجة كده مش عارف، بس ما احبش يبقى عندي قوة خارقة. يعني لو مش ما احبش يعني مثلا تقري افكار الاخرين. لا مثلا. لا دي قوة خارقة خالص، مش عايزاها دي خالص. ممكن مثلا لو افترضنا انه عارف كان مرة جون ترافولتا عنده فيلم مش عارفة ايه، نزل من السماء طبق طائر ايه، فهو بقى بيجيد كل اللغات. وتساله اي سؤال يجاوب، ويقول لك أنا ولو بس في كتاب كده يحفظه. ممكن تبقى او جيم كاري لما كان بيعرف لغه الحيوانات. دي حاجه ممكن برضو لغه الحيوانات. يعني كان ايدي ميرفي. كان ايدي ميرفي. كان ايدي ميرفي الاسمراني. التاني كان دكتور. مش جيم كاري. كان ايدي ميرفي ابيض. ثلاث يا محظوظ. احمر. لو هتنصح واحد صاحبك مقبل على الجواز تقول له ايه؟ ابعد اهلك واهلها عن علاقتكم. حلو. لا يمكن حد يتدخل خالص. ولا الاصدقاء طبعا. احنا دايما بنقعد نقول ربنا يهدي سرك، يعني هو ده. صح. طيب ايه احسن طريقه الواحد يعالج بيها نفسه لما يطلع من قصه حب فاشله او المجروح من الحب؟ يعني يلعب رياضه او يشتغل او يعمل اتنين. او يعمل الاثنين. يلعب رياضه ويشتغل او يشتغل في جيم. حلوه. يلا يا هدي. يلا يا هدي. يلا يا هدي. يلا حبيبي. يلا وريني قوتك الخارقة. يا جماعة مش الوقت خلص. لا يا سلام. تعالي بقى احنا هنعمل فقرة مخصوصة. حبيبي. سلمني. تعال حبيبي. قومي ما تخافيش. لا وكل شوية تقول لك ايه هي المشكلة في ما تقلقيش. انت اول ما هي تلمس البورد وفي عرفك اسمها القرصة هنحسبها لك على طول، بس انت هاتيها فيها. ايوه كده. يلا يلا. اديكي قربتي اهو. عندك ميزه. القصه موتراني. القصه هتقف في طريق. الله اكبر. الله اكبر. يلا انت ماسكه بتاع صح. ماشي. يلا 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 يلا. تفتكروا غلط؟ لا كل بعد كل هنشوف دلوقتي. لا بس ثواني. برافو برافو برافو. لون احمر حلو. برافو. يلا احمر. ايه ده؟ انا يعني معجبه بالنجاح فنسيت الاسئله. يعني مش مصدقه مش مصدقه. يا ترى اتفضل. يا ترى الحب بيأيد الحريه؟ لا المفروض لا طبعا. الحب ما بيأيدش الحريه خالص، بس كمان حسب سنك. لانه الارتباط الرسمي او الارتباط القوي قوي في سن مبكر جدا ممكن بعد فتره، يعني بعد فتره من العلاقه، لو العلاقه دي بدات مثلا في ال 16 وال 15 وبعدين حصل تطورت وحصل خطوبه وجواز وبتاع، بعد فتره ممكن احد الطرفين يحس انه لا حريته وسنين عمره اللي كان المفروض يكتشف فيها الحياه اتسرقت منه. فحسب برضو المرحله. لكن هو الصح المفروض الحب بالعكس يديك احساس بالحريه والسعاده والانبساط والامل. بيبان حريه ثانيه.
بالظبط. شير انت كشريكه حياه لحد اديني ده السؤال بقى بره المنهج. وقفت كده مع نفسها واقفه قعدت سرحت كده اتفضلي اسالي بره المنهج. اديني ميزه فيكي وعيب فيكي. يكون في عريس بيتفرج علينا دلوقتي. مين؟ يكون في عريس بيتفرج. يا بسوق لنفسي انا كل عيوب. من الاول كده طفشيهم طفشيهم. انا كل عيوب يا حبيبي وما تقربش مني عشان هتتعب. اوكي ميزتي ان انا مستمعه جيده جدا للي قدامي. دي احد ميزاتي يعني عشان انا بصراحه عندي ميزات كتير. الله على التواضع ما شاء الله. تقبل هي تقبل وده اول عيب. لا انا مستمعه جيده. طيبه بقى. لا بصدق الناس بس لا مش قوي كده. لا انت بتحللي كويس علشان كده بتسمعي كويس. بسمع كويس بحب اسمع وعندي طولة بال في السمع. عيبي اني يعني ما بسمعش. لا مش كده. لا عيبي ان انا ممكن اقول لك بص انا هزعل مره منك وهزعل مرتين وهسيبك توجعني ثلاث مرات بس في الرابعه همشي. بس دي مش ده مش عيب ده ميزه. لا لو انت ده عجم الصبر ده تبقى دي ميزه مش عيب. لا ما عنديش صبر. لو انت فاكره ان ده صبر لا في ناس بتصبر كتير. امال ده ايه؟ لا انا حتى تايم ليميت حتى حدود يعني ايه هنتكلم هتضايقني في موضوع او موضوع كبير هتجرحني فيه وهتعتذر هسامحك تاني مره هتكرره هسامحك تالت مره هتكرره هسامحك بس الرابعه همشي. لا انت كنت لازم تمشي من تاني مره. لا مش بقولك موضوع كبير كده يبقى لازم تمشي. لا مش بقولك موضوع كبير زي الخيانه زي التطاول زي كده. لا بكلمك في تفاصيل. انا ما بقاش عندي توليرنس او قدره على احتمال زي اللي عند ناس كتير عايشه في حياه زوجيه يعني صبرك قليل. الوقت خلص يا جماعه وانا شايفه ان انا كده كفايه قوي وحققت انجازات. يلا الله الله الله. ثانيه واحده معلش هو مين على الكاميرا اللي هناك هتعرفوا تجيبوها. مينو شايفها يا مينو اهي. قوي. لا يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه البتاع رشقت يعني هنا بتقع هنا بتقع. بصوا ثابته ازاي ما شاء الله الله اكبر. طب حد يقول لي حد بقى ان احنا نعمل الكاميرا كده نلاقي كذا واحده من هيدي برضه. طب دي وقعت بقى دي رشقت وقعت صح؟ دي كانت فين؟ دي اتحسبت ازاي اتحسبت يا ديني؟ اتحسبت ما لحقتوش. يلا عملش بالراحه. بصي تمام يا حبيبي المخرج بتاعنا بيحاول. يلا يلا ماشي ماشي خلاص خلاص تمام تمام تمام. طب نوديها برضو الكاميرا تشوفها. طب الكاميرا تشوفها. لو سمعت اقطع عليا. هي المركز الثالث دي ماينس ثلاثة. لا ده رشقة في الكنبة. نفسي اوريها لكم بس اهي يعني هي رشقة في الكنبة الحمد لله معانا. سامح 44 انا 44 وشاري 51. ايه ده ازاي؟ الله ازاي شاري 51 بس خلاص بقى انت مش جبتوها كلكم في القرصه المهم انا بس بصوا يا جماعه صح الانجاز الحقيقي انها تبقى جوه القرصه على رايي دي مش بره القرصه هو ده المكسب الحقيقي. انا وشاري دايما نتنافس على الاول والتاني بس. ايوه احنا معانا ايه؟ هدي مفيش احنا معانا ايه؟ اتفضل واتش ات.